إن أول من يستيقظ ويبدأ رحلته الطويلة على هذا الطريق متجها إلى مسقط هو رجل البريد في نزوة. وفي حوالي 7:45 تشاهد سيارة نقل الركاب هذه وهي تقطع الطريق الجديد في خدمة الركاب من مسقط إلى نزوة. وفي 7 صباحا يشاهد رجل البريد وهو يتوقف لأول مرة ليجمع البريد من صندوق بركة الموز، وها هي سيارة نقل الركاب عند نزوة المدينة العريقة التي تقف وراء اسمها مئات السنين من التاريخ العريق والحضارة والثقافة، والتي كانت في يوم من الأيام عاصمة لعمان، والتي تعتبر اليوم من المراكز الاقتصادية والتسويقية الهامة في السلطنة التي تدفع بالحركة التجارية فيها دفعات قوية. وفي 7:15 تقريبا تشاهد الأسماك في أسواق نزوة والتي جاءت من أماكن مختلفة كان من الصعب تسويقها من قبل في هذا الوقت القصير قبل إنشاء هذا الطريق الجديد. هذا الطريق الذي يبلغ طوله 141.5 كيلومترا والذي يربط مناطق الداخل بمنطقة العاصمة، والذي يعد نواة لربط السلطنة بجيرانها بشبكة من الطرق البرية في المستقبل. ويعد الطريق حلقة اتصال هامة على أرفع المستويات العالمية بين العاصمة والداخل، مما يشكل شريانا حيويا للبضائع والمنتجات الزراعية عبر هذه المناطق. ولقد قام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم بافتتاح هذا الطريق الجديد، طريق السيب نزوة، في 5 أيام الاحتفالات بالعيد الوطني 5 في نوفمبر عام 1975. وجاء افتتاح الطريق الحيوي هذا علامة أخرى مشرقة على طريق التقدم الحضري نحو مستقبل عامر بالرخاء في مسيرة رائعة يقود خطاها قائد هذا البلد وسلطانه المفدى. ولنعد مرة أخرى إلى الحركة التجارية النشطة التي نشأت بفعل هذا الطريق الجديد، ولندخل في الصباح الباكر في حوالي 7:30 إلى سوق نزوة، حيث البيع والشراء يشكلان نشاطا رئيسيا واضحا ينم عن الازدهار ودخول عصر الرخاء ل30,000 من السكان هم سكان المنطقة. ويجري التعامل في أنواع عديدة في السوق، منها الأسماك والمنتجات الزراعية من فاكهة إلى خضروات، ويتم نقل هذه البضائع من مكان إلى آخر بواسطة سيارات النقل الصغيرة. ويسهم طريق السيب نزوة في خلق حركة نشطة في هذا السوق والأسواق الأخرى المتصلة به. وفي الصباح الباكر أيضا تلمح أطفال المدارس فوق دراجاتهم على الطريق متجهين إلى مدرستهم في نزوة، وها هي سيارة النقل العام تتأهب لمغادرة نزوة متخذة طريقها إلى مطرح. وهذه اللافتة التي تحمل صورة الغزال هي موقع محطة سيارات نقل الركاب، وترمز صورة الغزال فيها إلى شركة عمان الوطنية لنقل الركاب التي بدأت العمل في خريف عام 1975 كمظهر جديد من مظاهر التقدم والوفاء بالخدمات الملحة التي يحتاجها المواطن العماني، وعلى رأسها خدمات النقل العام عبر مناطق السلطنة المختلفة. وتستخدم الشركة 48 مركبة لنقل الركاب يعمل عليها 68 سائقا. من هذه اللوحة يتبين المواطن أسعار التذاكر المختلفة لكل مسافة من المسافات الواقعة بين نزوة ومطرح. إن عدد الركاب كبير في هذا الصباح من يوم السبت، لأن أغلبهم عائدون إلى أعمالهم في منطقة العاصمة
بعد قضاء إجازة نهاية الأسبوع مع عائلاتهم في نزوة. لقد وضعت الحكومة خطة إنشاء هذا الطريق وبدأ العمل فيه في يناير عام 1974، وتم افتتاحه رسميا في أيام الاحتفال بالعيد الوطني الخامس في نوفمبر 75، وبلغت تكاليف إنشائه 12.5 مليون ريال عماني، ويبلغ طوله 141.5 كيلومترا وعرضه 7 أمتار، بالإضافة إلى 1.5 متر أخرى على جانبي الطريق. لقد أزيل ما يقرب من 295,400 متر مكعب من الصخور و 2,115,500 متر مكعب من المواد الترابية الأخرى تمهيدا لإنشاء الطريق. لقد تم تقوية جوانب الطريق بالأحجار والشبكات المسلحة لحمايته من التآكل ومن التأثيرات الجوية، خاصة في مواسم الأمطار. إن التجهيزات التي صنعت على جوانب الطريق تمت على أسس متقدمة في بناء وحماية الطرق. إن طريقة التسليح بهذه الشبكات المعدنية تناسب طبيعة الأرض، وهي من التجهيزات الحديثة جدا، ذلك أن هذا الطريق يعبر منخفضات عديدة تقتضي عمل المعابر المسلحة التي يتصل الطريق من فوقها، وحيث يسمح الطريق للمياه بأن تأخذ مجراها إلى الأراضي الزراعية من حوله. ولقد أقيمت هذه المعابر بشكل هندسي رائع، حتى أن المعبر المقام قرب فجة يعد واحدا من أطول وأحسن المعابر في منطقة الخليج كلها. ولقد وضعت على جوانب الطريق اللافتات الجديدة التي تشير إلى أسماء القرى المحيطة بالطريق، وضعت لأول مرة. كما زود الطريق باللافتات الأخرى التي تنظم سير المرور عليه من ناحية السرعة والتقاطعات وغيرها، مما يكفل رحلات آمنة لراكب السيارات المختلفة. فقط عند هذه العلامة، علامة المحطة، يصرح لركاب سيارات النقل العام بالنزول أو الصعود إليها، وهذه العلامة تحذر راكب السيارات بأن هذه المنطقة بها أطفال مدارس يعبرون، لتلافي خروجهم المفاجئ إلى الطريق. كلها علامات تنظم السير وتمنع وقوع الحوادث على الطريق. إنه نظام الري في عمان، وهو نظام عريق. إن الأفلاج تأخذ طريقها عبر جوانب التلال وحول القرى المختلفة. إن الطريق الجديد عبر الكثير من الأفلاج، مما اقتضى تعديل مسارها بحيث تؤدي في النهاية الغرض منها. وفي الأماكن التي يوجد بها أفلاج قديمة يرجع عمرها إلى مئات السنين، يتدخل العلم وتتدخل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الفائدة الكاملة منها بالوسائل المتقدمة. إن نظم البناء الحديثة للقرن العشرين تساعد على تقوية هذه الأفلاج وتحسين طريقة عملها لتخدم القرى المحيطة بكفاية عالية. إن الجهات المعنية تقوم بإصلاح ودعم هذه المجاري المائية وحماية جوانبها. كان هناك مكتبان للبريد و650 صندوق بريد في عام 1970، زاد عددها بثلاث مكاتب أخرى، وأصبح هناك 3,000 صندوق بريد في السنوات الخمس المشرقة الأخيرة، إلى جانب تحسين الخدمة البريدية وإدخال أحدث الوسائل في عملها. ولقد أنشئ العديد من مشروعات الاتصالات الكبرى التي تخدم حركة التقدم والعمران الحديثة. كما تم أيضا إنشاء شبكات حديثة للخطوط التلفونية في هذه المنطقة ومنطقة العاصمة. وهناك 960 خط تلفوني بين منطقة العاصمة ونزوة. إن هذه الخطوط تغطي
وتفي بحاجة هذه المنطقة من الخدمة التليفونية، وتنتشر حول الطريق الجديد مؤشرات الخدمة التليفونية الحديثة. وهذه الكابلات الحديثة لها 4 قنوات للخدمة، 2 منها للتليفونات، والثالث للتلفزيون، والرابع فرع احتياطي، أي أن هناك مجالا في هذه الشبكة لأداء الخدمة التلفزيونية في نزوة والمنطقة المحيطة بها، وتتم للمنطقة قبل تغطيتها وتغطية ما فيها من علامات عملية قياس دقيقة تسهل عملية البحث فيها من فوق السطح فيما بعد. إن جهود الحكومة الرشيدة لسلطان البلاد المعظم لا تقف عند حد في مجال الخدمة السلكية واللاسلكية التي تربط السلطنة، لأنها حجر الزاوية في أي تقدم حديث. لقد كان اكتشاف البترول بكميات تجارية سنة 1964 وبدء تصديره عام 1967 علامة على التحول الاقتصادي الكبير الذي سيتم على أرض عمان. ولقد نشأت الحاجة بالطبع إلى الأنابيب الضخمة التي تنقل البترول في ميناء الفحل، حيث يخزن في المستودعات المعدة لذلك تمهيدا لشحنه عبر أنابيب خاصة تحت الماء إلى الناقلات لتتم عملية تصديره. وعلى الطريق تشاهد الشاحنات يوميا والذاهبة إلى فهود، ويتنقل الأنابيب والمواد المختلفة التي تستخدم في هذه العملية. وكما تزداد حركة المركبات المختلفة على الطريق الجديد السيب نزوة، يزداد عدد محطات البترول التي تبنى على الطريق، فكلاهما مرتبط بعضه ببعض. ولا يقتصر نشاط البناء والحركة العمرانية على المرافق التجارية فقط، بل يتعداها إلى المرافق الأخرى. فلقد رصدت الحكومة منذ عام 1972 أكثر من 3 ملايين ريال عماني لإنشاء المباني والمدن السكنية. وفي قطاع آخر هو قطاع التعليم، يجري التطور بسرعة مذهلة وتدفعه الدولة بكل إمكانياتها. فقبل سنة 1970 كان هناك 3 مدارس ابتدائية في كل عمان بها حوالي 900 طالب و30 مدرسا، واليوم وفي ظل الانطلاقة الكبرى لعمان أصبح هناك 176 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية بها ما يزيد على 40,000 طالب و2,100 مدرس. قبل سنة 1970 لم يكن هناك أي إمكانية لتعليم الفتيات، ولقد أصبح لهن اليوم 9 مدارس للتعليم العام و10 مدارس أخرى مختلفة بها ما يزيد على 13,000 طالبة. ومع امتداد الطريق الجديد يبدأ العمران على جانبيه في الازدهار، وهكذا بدأت هذه العلامات توحي بفيض من الإنشاءات الجديدة في طريقها إلى الظهور. ومن أهم المنشآت الاقتصادية الحيوية التي قامت على جانبي الطريق مصنع تعبئة التمور بنزوة، الذي افتتح في 28 من نوفمبر عام 1975، وهو يبعد عن الطريق بحوالي 500 متر،
حيث أصبح من اليسير على الزارعين في الداخل الوصول إلى المصنع لتسليم إنتاجهم. وسوف يتزايد إنتاج التمور في الموسم القادم إلى 800 طن، ويبلغ الإنتاج اليومي للمصنع الآن 4 طن من التمور، حيث ما زال المصنع يعمل بوردية واحدة يوميا. وتنقل اللوريات من حمولة 10 طن منتجات المصنع إلى مركز التوزيع النهائي في سوق روي، حيث تبدأ عمليات البيع والتسويق. إن الإنتاج المتزايد للتمور مع إنشاء مثل هذا المصنع يشكل الركيزة الأساسية في جعل التمور من السلع التصديرية الهامة لعمان. منذ عام 1970 والخدمات الطبية تتزايد باستمرار، فقد بلغ عدد المستشفيات والعيادات الطبية التي أنشئت 24 مستشفى وعيادة طبية بها أكثر من 1000 سرير. كما أن هناك عددا كبيرا من الأطباء العمانيين ممن تلقوا تعليمهم في الخارج عادوا إلى الوطن، وهناك العديد من المراكز الصحية والمستوصفات التي أقيمت في كل مكان، ليس فقط في الأماكن المزدحمة بالسكان بل في كل أنحاء السلطنة. وإذا كانت هناك حالة عاجلة لمريض تقتضي نقلها من نزوة إلى مستشفيات العاصمة، فإن سيارة الإسعاف التي تحمل المريض الآن وبعد إنشاء هذا الطريق تحتاج لأقل من ساعتين حتى تبلغ هدفها. لقد أصبح هذا الطريق شريانا حيويا هاما، ولذلك تلمح العشرات بل والمئات من وسائل النقل تجري فوقه كل يوم وتتزايد يوما بعد يوم، لما يقوم به من ربط مجموعة من المناطق بعضها ببعض. وهنا يتزايد دور شرطة عمان السلطانية في تنظيم وتأمين حركة السير فوق الطريق وجعلها سهلة وميسرة، وهي تقوم بعملها بمنتهى الكفاية. ومن وسائلها في ذلك عمليات الفحص المستمرة للمركبات على الطريق والتحقق من أهلية سائقيها لقيادتها، وهو واجب يومي تقوم به. إن شرطة عمان السلطانية دائما أعينها مفتوحة تؤمن كل ما من شأنه صالح المواطن. شغال سكنير حمدون، شغال سكنيرات سكنير سكنير. زين زين، ليه تعالي ليه تعالي شوف ليه دين فول ليه. يا اخي تسمع. وهكذا يؤدي طريق السيب نزوة دوره الحيوي الكبير في توفير الاتصال بين أنحاء السلطنة وفي دعم القدرات الاقتصادية
للمناطق المحيطة به. إن الطريق علامة جديدة من علامات التقدم الحضاري على أرض عمان، وإنه بحق لطريق للحاضر وطريق للمستقبل. إنجاز آخر من الإنجازات العملاقة التي قامت شواهدها حية في كل مكان، تنطق بعزم هذه الأمة تحت لواء قائدها وباعث نهضتها سلطان البلاد المعظم، على أن تعيد صنع الحياة الحديثة من جديد على أرض الحضارة والتاريخ العريق، أرض عمان. إن من يتأمل عظمة هذه الخطوات الحضارية لا يحس بإيمان عميق بأن شعب عمان كان على موعد مع القدر يوم قام قائده بحركته المباركة في 23 من يوليو ليكتب صفحات خالدة ومجيدة في ملحمة الحضارة الحديثة التي تضع شعب عمان في مصاف أكثر الشعوب تقدما وتمتعا بالخير والرخاء والاستقرار. مو رأيك من الطريق الجديد؟ والله لا، الطريق الجديد كويس ممتاز، الله يخلي جلالة السلطان اللي خلى الطريق ممتاز. الله شكرا يا أخي، أحسنت. يا حي يا سلام، يا مرحبا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ خيرين؟ كل خير، حيا وسهلا. كيف حالكم؟ من وين جايين؟ والله من مسقط. من مسقط؟ نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله. خيرين؟ للشرقية؟ نعم. يا حيا، كيف حالك؟ بخير. الأخ مو رأيكم في الطريق هذا؟ كيف؟ يعني طريق جديد، مو رأيك فيه؟ والله ما طريق جديد، زينة. زينة بالمرة؟ زينة، عجبتنا. زينة كثير. الحمد لله. مستريحين يعني؟ مستريحين، نعم. كيف ما مستريحين؟ الله يطول عمرك قبل السلطان. كيف ما مستريحين؟ أول قرقرة، أول مطية تكسر، العبية تكسر، الحمد لله. ما من زمان 3 أيام من المطرح إلى معنى شرقية. نعم صحيح. والآن 3 ساعات. 3 ساعات. كل العالم مرتاح. الحمد مرتاحة. الله يخليك. الحين العالم كله مرتاح. الحمد لله. طول بالك السلطان، إحنا وعي دم الحكمة نشبعنا هو إحنا. شكرا. الحمد لله. يا حيا سالم. مع السلامة. مع السلامة.